أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها التفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لهذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي 5 درجات مئوية، الملموسة 4، تبقى الأجواء شديدة البرودة، الرطوبة مرتفعة والرياح تبقى شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تستمر الأجواء مستقرة بسبب سيطرة لمرتفع جوي في عموم مناطق المملكة. إربد 15 إلى 3، جرج 15 إلى 4، عجلون 15 إلى 4 أيضا، والمفرق 15 إلى 3 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، البلقاء 14 إلى 5، الزرقاء 16 إلى 3، عمان 14 إلى 5، ومأدبة 14 إلى 3، والبحر الميت 22 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، طقس صافي في الكرك 17 إلى 4، 15 إلى 4 في الطفيلة، الشوبك 13 إلى 3، العقبة 21 إلى 11، ومعان 19 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الشرقية، الأزرق 18 إلى 0 درجة، الصفاوي 18 إلى 1، ورويشت 17 إلى درجة مئوية واحدة فقط. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.